معانا كمان دلوقتي عن طريق زوم صانع المحتوى الأستاذ يسري عفت، اللي هيشرح لنا أكتر وهيكلمنا أكتر عن إيه هي الكتب وإيه الروايات اللي ممكن نقراها خلال أجازة الصيف، وخاصة أن أنتوا عارفين أنه في الفترة دي بيكون في فترة طويلة جدا من الأجازات. وكمان هيقول لنا إزاي نقدر نشجع كل القراء المبتدئين أن هم يحبوا القراية، أن هم يرتبطوا بكتب خلال الصيف. وكمان هنقدر نعرف منه أكتر إيه الكتب اللي ممكن يرشحها لنا خلال فترة الأجازات. أهلا بحضرتك أستاذ يسري. أهلا بحضرتك، الأخبار؟ يا رب يكون كله تمام. كله كويس، يا رب تكون حضرتك بخير. كله بخير الحمد لله. طيب احنا طبعا دلوقتي داخلين على اجازات وداخلين على الصيف وداخلين على فتره طويله جدا من التوقيت اللي ناس كتير بتبقى ما عندهاش حاجه تعملها فيها، وبنحاول على قد ما نقدر اننا نستثمر اجازاتنا ووقت الصيف بتاعنا بطريقه مفيده وبطريقه احسن. ازاي نقدر نشجع الناس من وجهه نظرك او الجمهور من وجهه نظرك ان احنا نشجعهم على القرايه؟ ولو هتشجع حد مبتدئ في القراءة أو لسه بيبتدي، بترشح له إيه في البدايات إن هو يبتدي بيها؟ طيب خلينا نبدأ بأول حاجة. هو فعلا الوقت ده زي ما حضرتك بتقولي وقت مهم جدا، حتى أنا ملاحظ ده عامة في صناعة المحتوى. بلاقي الفترة اللي هي بتاعت الصيف دي بلاقي فيها حتى إقبال كتير على المحتوى اللي أنا بقدمه. ناس كتير بتبتدي تسأل على روايات، ناس كتير عايزة روايات في حاجات مختلفة، ناس فعلا بتسأل بتقول أنا ما كنتش بقرأ قبل كده أو كنت بقرأ زمان وعايز أرجع أقرأ، طب ممكن تقولي إيه أقرأ؟ فالحقيقة فعلا هي دي فرصة حلوة جدا، أي حد كان بيقرأ قبل كده وعايز يرجع يقرأ إن هو ياخد فرصة دلوقتي. كمان الميزة إن بقى فيه أكتر من وسيلة نقدر نقرأ بيها، سواء ورقي أو إلكتروني أو كتب صوتية، ففي حاجات كتير مشجعة، بالإضافة للمواضيع كمان بقت متنوعة وبقى فيه اختلاف كبير، وبقى فيه كمان وجود مكتبات كتيرة بشكل كبير، ده كمان بقى بيساعد، فدي حاجة من الحاجات اللطيفة جدا. أشجع الناس إزاي تقرأ أو الناس اللي هتبدأ في القراية أنصحهم إن هم يبتدوا يقروا إيه؟ هو في الأول الموضوع زي أي حاجة، القراءة بيبقى الواحد خايف مثلا منها، أو خايف من الناس اللي حواليه بيقروا مثلا لناس كبار أو لناس قدام فيقولوا إيه اللي أنت بتقرأه ده؟ فدي حاجة أقول له ما تسمعش كلام الناس دي، اقرأ اللي أنت بتحبه، حاول تجرب بكذا نوع، يعني ممكن مثلا تبتدي تقرأ حاجات في الأدب الساخر، عندنا ناس في الأدب الساخر بيكتبوا بشكل رائع جدا، ممكن بقى في كتابات تانية عايز روايات ممكن تبتدي تقرا مثلا لناس زي دكتور احمد خالد توفيق في الادب الساخر، مثلا زي عمر طاهر، في عندنا ناس برضو لطيفه جدا، مثلا لو رحنا ناحيه الرعب عندنا محمد عصمت، عندنا حسن الجندي، عندنا مروه جوهر، عندنا مثلا في الجزء بقى شويه الواقعي او الروايات اللي ليها هدف معين، في مثلا عندنا محمد صادق، عندنا يعني في مجموعه متنوعه. فانا خليني اقول لك كده سريعا تفضل. مجموعه اعمال ممكن الناس تاخد بصة عليها هتعجبهم جدا، وكانت كمان حاجات حديثة وكان ليها انتشار الفترة اللي فاتت. فممكن من أول الحاجات هي الرواية دي، هي دي رواية الدامة، أحدث رواية للكاتب محمد صادق. طبعا محمد صادق هو بالإضافة إن هو كاتب هو سيناريست وليه أعمال زي شفناها زي فيلم هبتة. الرواية دي الحقيقة أنا بشوفها من وجهة نظري إنها من أفضل كتاباته دلوقتي. ليه؟ لأن هو شوية خرج بره نطاق الروايات القديمة بتاعته، وابتدى يتكلم عن موضوع مهم، عن حدث مهم، يعني مشكلة عند الفتيات مهمة جدا. مش عايز ابوظ او احرق الرواية على الناس اللي هتقراها، لكن هي قضية مهمة جدا هتمس كتير من الفتيات، ممكن يتأثروا بيها وتبقى صعب عليهم، لكن هو طرح موضوع حلو وكشف موضوع بشكل كويس ومقدم حلول او معالجة ليه بطريقة ممتازة الحقيقة. تاني واحدة بقى من الروايات، واظن ان دي شهيرة شوية بس لو حد شاف المسلسل بتاعها ممكن يحب كمان يجرب ان هو يقراها، ودي هتبقى فرصة كمان للمبتدئين ان هو لو شافها ممكن يفكر يقراها، وهي سر الغرفة 207، أحد أعمال الدكتور أحمد خالد توفيق، واللي كمان كانت موجودة على أحد المنصات. فدي هتكون فرصة حلوة جدا إن هو يقدر يتفرج ويقدر يشوف الحاجة مكتوبة على الورق بتبقى عاملة إزاي. تالت حاجة من الحاجات، ودي إحدى الروايات للكاتبة نورة ناجي، وهي مؤخرا حصلت على جائزة الدولة التشجيعية. الرواية دي اسمها بنات الباشا، الرواية دي بتتكلم على المجتمع او بالاخص مجتمع البيوتي سنتر، من خلال بيوتي سنتر معين بنشوف الفتيات اللي فيه، وبتحكي لنا كده او بتكشف لنا القصص بتاعت الفتيات دي، او التسع فتيات اللي موجودين بتحكي لنا عن حياتهم. والتسع فتيات دول مش بس تسع فتيات بيشتغلوا جوه المكان، لا، هم دي ما بين زباين اصلا البيوتي سنتر وما بين فتيات بيشتغلوا جوه، وايه علاقتهم بالباشا اللي هو اصلا صاحب المكان نفسه. ودي الجميل هتتحول كمان ان كمان لعمل بالظبط سينمائي قريب ان بالظبط شاء الله. صح
صح، عشان كده برضو برشحها ان هي تبقى فرصة لو حد حابب ياخد فكرة عنها ايوه ويقراها، وبعد كده لما يشوف انها تبقى عمل سينمائي هيلحق يقارن الحاجات دي. اللي مش بيقرا بتحفزه ان هو يروح لها ويجرب يقراها وكمان يشوفها. في برضو الرواية دي بقى، دي نقدر نقول عليها لسه طازة، هي دي رواية نعومي واخواتها للمهندس والكاتب هشام الخشن، برضو انا بشوفها لسه يعني لسه مخلصها من ايام، اول ما نزلت قراتها على طول. حقيقة ممتعة جدا، رواية رهيبة، الكاتب يعني تفوق فيها على نفسه، بيتكلم فيها عن نعومي اللي عندها مشكلة ما، وبتتكشف لنا المشكلة دي على مدار القصة. هيو في الأول والآخر بيتكلم على النفس البشرية، على إن أوقات إحنا كده ممكن نحس بأصوات جوانا أو نحس بحاجات بتكلمنا، هل هنستسلم الأصوات دي ولا هنعافر ونفضل ماشيين في الطريق اللي إحنا عايزين نمشي فيه. ايوه جميل. طيب آخر خلينا بقى واحدة معانا، اتفضل اتفضلي. اتفضل معاك يا استاذ آخر يوسف رواية، اتفضل. آخر رواية معانا هي رواية برضو حديثة للكاتب عمرو حسين، اسمها خارج نطاق الخدمة. برضو هو كان ليه رواية سابقة اسمها الديناصور، هي مترشحة لجائزة بسان كنفاني، لكن دي روايته الأحدث. الرواية دي بيتكلم فيها عن مهندس حصلت له حادثة، بس هو مش قادر يفتكر هل الحادثة دي حصلت ولا لا. في أسبوع من حياته هو مش قادر يفتكر الأسبوع ده فعلا حصل ولا لا، ومن ايوه خلاله بنشوف في الاسبوع ده ان هو بيروح لقريه ما فيهاش اي وسائل من وسائل الترفيه، منعدمه تماما. ولما بيرجع يكلم صديقه اللي هو في نفس الوقت الطبيب النفسي بتاعه، بيقول له ان انا من يومين كنت لسه قاعدين مع بعض، قال له لا احنا كنا قاعدين مع بعض من اسبوع. فبنشوف بقى بنعيش معاه تفاصيل الاسبوع ده، وبتفضل رحلتنا احنا مش عارفين اللي حصل له ده حقيقه ولا خيال، هو عنده مرض نفسي ولا ده حاجات كان بيتوهمها، ولا فعلا اللي حصل له ده حقيقه. فدي كانت مجموعه كده سريعه ولطيفه من الحاجات اللي اقدر اقول عليها يعني تناسب اكتر من مستوى، وهتكون ممتعه كمان للناس القراء المخضرمين لو حابين يستمتعوا بيها في الصيف، وكمان للقراء اللي حابين يبتدوا بحاجات لسه جديده. جميل. طيب بما اننا هنكون في فتره الصيف وبما اننا هنكون في فتره اجازات، وطبعا حضرتك متابع جيد جدا للسوشيال ميديا ومتواصل بشكل كبير جدا مع الشباب، ايه رايك في فكره الكتب الورقيه وايه رايك في مدى انتشارها في فتره الصيف؟ تفتكر انه الكتب الورقيه هتكون منتشره اكتر ولا الكتب الصوتيه؟ يعني شايف ان مهما حصل في التكنولوجيا الحقيقه، ومهما كان في انواع معينه من القراءه، بشوف دايما ان الكتاب الورقي بيفضل موجود، بيفضل كنا بنخاف ان هو ما يبقاش موجود، بس بيفضل موجود على الرغم من ان في شويه مشكله في الاسعار. بس شايف في مبادرات كتيره بتتعمل دلوقتي، من ان في معارض كتب مخفضه، في شفت في زي مؤسسين كبار هيعملوا زي مهرجان قريب جدا، هيبقى من المهرجانات المميزة جدا، فدي برضو تبقى حاجة كويسة. كمان معرض الإسكندرية الدولي، فدي كلها هتبقى حاجات موجودة في الصيف هتشجع الناس إنها تروح، هتشجع الناس إنها تتحرك للمبادرات دي، تاخد برضو فكرة أكتر عن الكتب. وبالإضافة كمان يعني بشجع فكرة برضو الكتب المخفضة في الوقت الحالي، لأن الناس يمكن من معرض الكتاب اللي فات ودايما عندها تخوف وعندها مشكلة من فكرة الأسعار الحديثة اللي بقينا نسمعها. فشايف برضو ان مهما حصل الكتاب الورقي هيفضل متسيد. وهو ليه متعته الخاصة جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. أكيد أكيد. أنا بشكرك على وجودك معانا النهاردة، وإن شاء الله نقابل شكرا ليك، حضرتك قريب في الاستوديو، وبتمنى بإذن لك الله، إن شاء شرف الله ليا. أجازات سعيدة. ميرسي يا أستاذ يوسف. شكرا جدا، شكرا جدا، ميرسي شكرا لحضرتك، لحضرتك. شكرا. شكرا.